وهناك العديد من النساء مغرمات جدا باستهلاك المأكولات البحرية خصوصا الجمبري، الأمر الذي يثير قلق حول مدى أمان تناول الجمبري أثناء فترة الحمل. يمكنك أكل الجمبري أثناء الحمل، حيث يمكن لعشاق الجمبري أثناء الحمل التمتع بأكل هذه المأكولات البحرية، ولكن ينصح للغاية برصد كمية السعرات الحرارية التي يحتوي عليها الجمبري. فوفقا لتوصية من وكالة حماية البيئة وإدارة الأغذية والعقاقير، يمكن للمرأة الحامل أن تستهلك بشكل آمن ما يصل إلى 340 جرام أو 12 أوقية في الأسبوع الواحد من الجمبري، وهذا بشرط أن يتم تنظيف الجمبري بشكل كافي وطهيه جيدا. كذلك تنصح المرأة الحامل بمراقبة كمية الجمبري التي يتم تناولها نظرا للمخاطر المحتملة لتسمم الزئبق، حيث يحتوي الجمبري على نسبة من الزئبق، فالكمية غير الخاضعة للرقابة يمكن أن تؤدي إلى تلف الأنسجة العصبية في الجنين، وربما تتبلور في العيوب الخلقية وتشوهات الجنين وغيرها. لذلك ينبغي تجنب تناول الجمبري أكثر من مرتين خلال الأسبوع الواحد بدقة بالغة. فعند تناول الجمبري خلال فترة الحمل، يفضل أن تقومين باتخاذ عدد من الاحتياطات من أجل سلامتك وسلامة الجنين، حتى لا تتعرضين أنت والجنين لمخاطر تناول المأكولات البحرية مثل حدوث تسمم الزئبق. وتمركز الزئبق في أماكن الألم في المخ، ويقوم بمنع وصول المواد الغذائية إلى هذه الخلايا، فيؤدي إلى مشاكل متعددة مثل ضعف الذاكرة، كما يمكنه أن يدمر جهاز المناعة ويعطل الاستجابة للمناعة الطبيعية، ووجوده بكميات كبيرة داخل الجسم قد يسبب آلام المفاصل. وعلى الجانب الآخر، تصنف الأطعمة البحرية بين أفضل المصادر الغذائية الغنية بالأحماض والأوميجا 3 الدهنية والبروتينات الأساسية، والتي تساعد في تطوير الجهاز البصري والنسيج العصبي.